أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، الفنانة رنا كرم تركت الإرشاد النفسي من أجل الفن ولم تتزوج لغاية الآن، وتعيش قصة حب وشاهد والدتها وما لا تعرفون عنها. ستطل الفنانة رنا كرم في موسم دراما رمضان 2021 في مسلسلين، هما الجزء الثاني من سوق الحرير مع المخرج مثنى صبح، ومسلسل ضيوف على الحب مع المخرج فهد ميري. وقد ولدت الفنانة رنا كرم في 30 أغسطس عام 84 في مدينة حمص السورية، وعمرها في عام 2021 حوالي 37 عام. الفنانة رنا كرم غير متزوجة حتى الآن، لكنها صرحت في لقاء إذاعي في شهر أكتوبر 2020 بأنها تعيش قصة حب ولم تكشف تفاصيلها. وحول كيفية قضاء وقت فراغها، قالت الفنانة رنا كرم في لقاء مؤخر أنها امرأة بيتوتية، لأنها عادة ما تقضي أوقاتها في المنزل مع أهلها أو أصدقائها، إضافة إلى أنها تقرأ الكتب وتشاهد الأفلام، لذلك حياتها ليست صاخبة كثيرا، مضيفة أنها خلال فترة الحجر المنزلي اكتشفت مهاراتها الجيدة في الطبخ. وشغفت الفنانة رنا كرم بالفن في سن صغيرة، ومارسته كهواية خلال الأنشطة المدرسية، لكنها عندما حصلت على شهادة البكالوريا التحقت بجامعة دمشق كلية التربية تخصص الإرشاد النفسي. وبعد التخرج من كلية التربية التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت عام 2009، وتعتبر نفسها ابنة المسرح، وقد شاركت في عدد من المسرحيات في السنوات العشر الأخيرة، آخرها مسرحية حركية من أدائها وإخراجها عام 2018. وبدأت مسيرتها الفنية وهي طالبة في السنة الثالثة في المعهد المسرحي، حيث شاركت في الجزء الثاني من مسلسل الحصرم الشامي، لكن العمل لم يعرض إلا على قناة أوربت، وهو ما أثر سلبا عليها فلم تأخذ فرصتها ليعرفها الجمهور بشكل كافي. بعد ذلك شاركت في الجزء الثالث من المسلسل عام 2009. وفي عام 2010 شكل نقلة نوعية في مسيرة الفنانة رنا كرم، حيث شاركت في عدد من المسلسلات ومنها وادي السايح ومطلوب رجال والدبور والخبز الحرام، بالإضافة إلى فيلم مطر أيلول مع الفنان القدير أيمن زيدان الذي وقفت أمامه عام 2015 في مسلسل الأب. وشاركت الفنانة رنا كرم في عشرات المسلسلات السورية، فقدمت طالع الفضة وسوق الورق عام 2011 وزمن البرغوت عام 2012 ونساء من هذا الزمن ونطرين وزمن البرغوت 2 ورزنامة عام 2013. كما شاركت في مسلسلات شهر زمان وامرأة من رماد عام 2015. وفي عام 2016 شهد نقلة نوعية في مسيرة الفنانة رنا كرم، حيث اختارها المخرج الليث حجو للمشاركة في مسلسل الندم. وقد أبدعت الفنانة رنا كرم في تجسيد شخصية ندى الغول، الابنة الوحيدة لعائلة الغول التي تنتظر خروج خطيبها المعتقل السياسي من السجن، ومع طول الانتظار يدخل حياتها شاب آخر. ثم توقفت مدة 4 سنوات بسبب قلة النصوص الجيدة،
ثم عادت بمسلسل سوق الحريرة الجزء الأول عام 2020. واختار المخرج السوري الليث حجو الفنانة السورية سلافة معمار لتجسيد شخصية ندى الغول في مسلسل الندم، وقد صورت منه عدة مشاهد، ولكن وعكة صحية بعدتها عن العمل لتحل مكانها الفنانة رنا كرم. وصرحت الفنانة رنا كرم في أكثر من مناسبة أنها كانت متخوفة جدا كونها بديلة لنجمة بحجم سلافة معمار، لكن رغم ذلك كانت سعيدة لأن المخرج وثق في موهبتها ومنحها هذه الفرصة. واعتبرت الفنانة رنا كرم أن نجاح مسلسل الندم حمل مسؤولية كبيرة للمستقبل، وترى فيه تجربة استثنائية حيث يتمتع العمل بالتكامل بين الإخراج والنص، وذلك لعب دورا بارزا في إنجاح العمل. وصرحت الفنانة رنا كرم أنها لا تقبل الأدوار التي لا تحبها ولا تحب أن تجسد دور صغير، ليس من حيث المساحة ولكن الدور الذي لا يحتاج إلى قدرات تمثيلية أو موهبة فنية، ولأن الدور يمكن أن يكون كبير لكنه لا يعرض فكرة ولا يقدم محتوى، كما قالت أنها تفضل الأدوار المعقدة التي تحتاج بذل مجهود وتحب أن تشارك في أدوار عديدة ومتنوعة ولا تجسد نمط واحد في أعمالها. وأعربت الفنانة رنا كرم عن حبها الشديد للمسرح وأنها تجد نفسها فيه كممثلة، وعن مشاركتها في مسرحية الدجاجة السوداء قالت أنها كانت سعيدة بهذه التجربة كونها موجهة للأطفال. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.